On us, though, is it? It's not. It is on us, dude. Okay, state of origin. اليوفولوجي هو علم دراسة الأجسام الطائرة المجهولة، أو زي ما بنسميه في لغتنا الدرجة، الأطباق الطائرة. طيب هل فعلا في حاجة اسمها أطباق طائرة؟ وهل ممكن يكون الإنسان هو الكائن البشري الوحيد اللي بيعيش في المجرة بتاعتنا دي لوحده؟ ومين يقدر يأكد لينا إن كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد المأهول بالحياة، وإن مفيش أي جنس بشري غير معروف لينا قد يكون عايش في أي كوكب من الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس في المجموعة الشمسية بتاعتنا، أو في أحد المجرات الأخرى؟ طيب معقول اللي شاهده البعض واللي سجلته الأجهزة العسكرية لدول كبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية وزي روسيا لمشاهدات لأجسام غريبة في الشكل والحجم، هل كل ده مجرد تهيؤات وخيال؟ وفي روايات كمان كتيرة ومشاهدات لعدد كبير من الأشخاص الموثوق في قدرتهم العقلية بتؤكد مشاهدتهم لأجسام غريبة بتحلق في سماء المنطقة اللي بيعيشوا فيها. ومن الناس دي على سبيل المثال الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، واللي شاهد في سماء ولاية جورجيا سنة 1977 طبق طائر يحلق في السماء. كمان الزعيم الصيني الشهير ماو تسي تونغ، رئيس الحزب الشيوعي الصيني، أكد أنه شاهد الأطباق الطائرة بعينه بتحلق في سماء الصين. الكائنات الفضائية والفراعنة. في بردية بتعد هي واحدة من أغرب البرديات على الإطلاق، واسمها بردية تولي نسبة لملكها اللي كان اسمه ألبرتو تولي، واللي كان بيشغل منصب مدير قسم المصريات في متحف الفاتيكان. والمثير للدهشة ان تولي وشقيقه لقوا البردية دي سنة 1934 في احد المحلات الموجودة في مصر، المحلات اللي كانت متخصصة في بيع الهدايا والتماثيل الفرعونية للسائحين. والبردية العجيبة دي بتتكلم على انه قبل 1500 سنة قبل الميلاد تحديدا في عهد الملك الفرعوني تحتمس الثالث، ظهرت سفن فضائية عملاقة في سماء مصر سموها في الوقت ده بأقراص النار. اتسببت في حالة من الهلع والخوف لكل المصريين اللي شافوها في الوقت ده، حتى الملك نفسه شاف السفن دي في سماء مصر. ولما اختفت السفن دي في عنان السماء، أمر الفرعون الكتبة بتسجيل ما حدث في سماء مصر في هذا اليوم، ودون الكهنة على لسان الملك تحتمس الثالث: أخبرني الكهنة بأن سماء البلاد امتلأت بأجسام فضية لامعة، وكان ذلك في فصل الشتاء في السنة 22 من حكمه، وأمرت بتسجيل هذه الظاهرة للأجيال القادمة. مش بس كده، ده في نقوش لقوها منحوتة على جدران معبد إبيدوس للملك سيتي الأول في سوهاج، والنقوش دي كانت أشبه لأشكال طائرات هليكوبتر وغواصات وأطباق طائرة. لكن أغلب علماء الآثار نفوا الأمر ده وأرجعوا تكون الصور دي تحديدا نتيجة لتداخل طبقتي الجص. فالطبقة الأولى كانت بتحمل أسماء الملك سيتي الأول والد الملك رمسيس الثاني، الملك رمسيس الثاني اللي قام بطمس ألقاب وأسماء والده الملك سيتي الأول وعمل طبقة جص جديدة فيها أسماؤه وألقابه. فبعد كل ده، هل فعلا في كائنات فضائية بتيجي تزور الأرض من وقت للتاني، وده ظهر من أيام الفراعنة؟ في شهر إبريل سنة 2020 أفرجت وزارة الدفاع الأمريكية أخيرا عن 3 فيديوهات، الفيديوهات الثلاثة كان التقطهم سلاح البحرية الأمريكي، وده
تم عن طريق طائرات الاف 16، والفيديوهات الثلاثة كانت بترصد أجسام طائرة مجهولة أو ما يعرف باسم اليو اف او. البنتاجون أكد صحة الفيديوهات الثلاثة، وقال إن واحد من الفيديوهات الثلاثة دي تم تصويره سنة 2004، والفيديوهين الباقيين تم تصويرهم سنة 2015. واللي أكد الأخبار دي هو السيد سو جوف، وهو المتحدث الرسمي للبنتاجون. شبكة فوكس الإخبارية الأمريكية قالت إن الفيديو الأول اللي تم تصويره سنة 2004 تم التقاطه عن طريق 2 من الطيارين من سلاح البحرية الأمريكي، واللي كانوا في مهمة تدريب فوق المحيط الهادئ. ورصد الطيارين الاثنين طائرة بيضاوية الشكل بتحلق على ارتفاع 50 قدم فوق سطح البحر، وهو ارتفاع منخفض جدا. ولما قرب الطيارين الاثنين من الطائرة، الطائرة هربت بسرعة خيالية. والفيديوهين التالي والتالت واللي اتصوروا سنة 2015 بيرصدوا جسمين غريبين بيتحركوا بسرعة فائقة، واحد بيتسابق فوق الماء والتاني بيدور حوالين نفسه في الهواء. حادثة روزويل بتعتبر حادثة روزويل هي الحادثة الأولى والفريدة من نوعها، واللي فتحت أعين العالم كله في إمكانية وجود كائنات فضائية حقيقية أكثر تطوراً من البشر، وإنهم بيجوا الأرض وبيذهبوا وقت ما هم عايزين. حادثة روزويل بتعتبر واحدة من أكبر حوادث تحطم المركبات الفضائية على كوكب الأرض جدلا في التاريخ، وده راجع لوجود أدلة قوية ومسجلة ومحسوسة للحادثة دي. ومع ذلك ما زالت الحكومة الأمريكية بتتستر وبتخفي الكثير من الأمور المتعلقة بحادثة روزويل. واللي ما يعرفش، مدينة روزويل هي مدينة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في ولاية نيو مكسيكو. ومساحة مدينة روزويل حوالي 75,000 متر مربع، وعدد سكانها في الوقت ده كان تقريبا حوالي 50,000 نسمة. وكانت الولايات المتحدة وقت الحادثة اللي كان سنة 1947 بتمتلك في مدينة روزويل مطار عسكري مخصص لإطلاق الصواريخ النووية، وكان الوحيد في الوقت ده في الولايات المتحدة الأمريكية. وده اللي فسر بعد كده ان الكائنات الفضائية دايما بتزور المناطق اللي فيها تقدم تكنولوجي. وفي ليلة 8 يوليو سنة 1974 تحطمت مركبة فضائية، او على الاقل ده اللي اتقال عنها، بالقرب من مدينة روزويل. تحطمت المركبة تحديدا في منطقة زراعية أو مزرعة مواشي لأحد شهود العيان، وكان اسمه ماك برازيل. ماك سمع صوت تحطم قوي وعنيف، فجري يشوف فيه إيه، لقى الجيش وبسرعة كبيرة جدا عمل كردون أمني حوالين المركبة الفضائية اللي سقطت، وأمر ماك بالانصراف بعيدا. ماك مشي بسرعة وراح لواحد صاحبه حكاله عن كل اللي شافه في حادثة روزويل، وصاحبه ده قدر يتواصل مع محطة الإذاعة المحلية، واللي قررت إنها تجري لقاء مسجل مع ماك في اليوم التالي علشان يحكي عن كل اللي شافه في اليوم ده. لكن المحطة جالها تعليمات شديدة من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، وتهديد صريح بسحب رخصة المحطة. وانتهى الأمر إن الجيش الأمريكي اتحفظ على ماك علشان يظهر ماك بعد الحادثة بأسبوع وبترتيب مع الجيش الأمريكي، ويعترف قدام الصحافة
ان اللي اتحطم في المزرعة الخاصة بيه ما كانش غير منطاد لمراقبة الطقس لا اكثر من ذلك، وظلت الحكومة الامريكية تخفي حقيقة حادثة روزويل لأسباب غير معلومة. لكن الأمر ما انتهاش بهذه البساطة، فبعد مرور ما يقارب ربع قرن على حادثة روزويل، في صحفي أمريكي شهير اسمه تشارلز رجع فتح ملف حادثة روزويل من جديد، وفي سنة 1980 ألف تشارلز كتاب سماه واقعة روزويل. الكتاب ده حقق أعلى مبيعات في أمريكا في الوقت ده. كشف تشارلز في كتابه أن اللي سقط في مدينة روزويل سنة 1947 ما كانش منطاد لمراقبة الطقس، لكن كان طبق طائر بيحتوي على جثث كائنات فضائية، وتحفظت المخابرات الأمريكية على الطبق الطائر واللي فيه من جثث كائنات فضائية في منطقة عسكرية اسمها المنطقة 51، وده علشان يشرحوا المخلوقات الفضائية ويدرسوها كويس. وفي شهر مارس سنة 1995 في طيار أمريكي متقاعد عمره أكتر من 80 سنة واسمه راي، وراي أعلن أنه بيمتلك فيلم كامل بيحتوي تفاصيل مذهلة لعملية تشريح دقيقة وكاملة لكائن فضائي، واللي كان على متن الطبق الطائر اللي سقط في مدينة روزويل. والفيلم ده انتشر بسرعة غريبة لدرجة ان معظم محطات التلفزيون العالمية أذاعت الفيلم، وتشاف الفيلم في جميع أنحاء العالم. لكن في بعض الآراء اللي شككت في صحة الفيلم وقالت إنه قد يكون مفبرك، علشان كده الفيلم ده خضع لدراسة مستفيضة للتأكد من صحة الفيلم من عدمه. شركة كوداك العالمية فحصوا الفيلم فحص دقيق وأعلنوا بصفة رسمية إن المادة الخام للفيلم بتعود للأربعينات، وانه مرجح ان الفيلم قد تم تصويره بعد سنة 1945 وقبل سنة 1948. وخبراء الخدع السينمائية في هوليود لما شافوا الفيلم اكدوا ان من الصعب جدا صناعة كائن زي اللي ظهر في الفيلم بالدقة دي في الانسجة بتاعته. وفي اطباء شرعيين ليهم تقلهم في المجال بتاعهم أكدوا أن عملية التشريح اللي بتتم في الفيلم هي عملية تشريح سليمة 100% وعملية تشريح دقيقة جدا، وأن عملية التشريح بتتم عن طريق أطباء مهرة في مجالهم. والأطباء الشرعيين أكدوا أن الكائن الفضائي اللي بيتم تشريحه في الفيلم لا ينتمي لأي فصيلة بشرية، فموجود 6 أصابع في اليد و6 في القدم وجفن إضافي زي الموجود عند الطيور. لكن أكتر حاجة كانوا بيستغربوا منها هو عدم وجود أو ظهور أي أجزاء لأعضاء تناسلية لهذا المخلوق. لكن السؤال المحير اللي ملوش إجابة لغاية دلوقتي هو ما الذي حدث في مدينة روزويل؟ وليه الحكومة الأمريكية أخفت عن شعبها الحقيقة وأحاطت الموضوع بالغموض؟